نروح لتقرير عن مواجهة منتخب مصر وتنزانيا اليوم ونرجع نكمل كلامنا مع النجم الكبير الكابتن أسامة عربي. يلعب منتخبنا الوطني اليوم مباراة ودية مع تنزانيا على ملعب برج العرب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 من يوليو المقبل. بروفة أولى للفراعنة بعد أن أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس أمم إفريقيا والتي أسفرت عن استبعاد ثنائي فريق سموحة أحمد فتوح والحارس محمد أبو جبل. أهداف متعددة يسعى إلى تحقيقها المنتخب الوطني من ودية تنزانيا والودية المرتقبة الأخرى أمام غينيا قبل مواجهة زيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا. أهم تلك الأهداف هو أن تحضر الجماهير بكثافة للمباريات الودية في الاستعدادات الأخيرة قبل البطولة لاستعادة روح بطولة 2006 التي استضافتها مصر ونجح الفراعنة في اعتلاء منصة التتويج. كما يسعى أجيري وجهازه الفني للإطمئنان على جميع اللاعبين وحالتهم الفنية والبدنية وتجربة الجمل التكتيكية ومدى قدرة اللاعبين على تطبيقها قبل بدء المنافسة ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو. أما بالنسبة إلى المنتخب التنزاني تحت قيادة النجم النيجيري صاحب الشعبية الكبيرة في مصر إيمانويل أمونيكي نجم فريق الزمالك السابق الذي يسعى إلى الاستفادة بالاحتكاك القوي مع مصر قبل انطلاق البطولة، حيث يقع منتخب تنزانيا ضمن المجموعة الثالثة بجانب السنغال والجزائر وكينيا. تجربة هامة للمنتخب الوطني قبل انطلاق سباق الكان الذي يحلم جميع المصريين بالفرحة الكبرى في النهاية.